بصراحة عايزة أسيب الورق وعايزة أكلمك من القلب. ايوه انا معاكي بقى، انا بحب القلب كلام القلب ده. عايزة أكلمك من القلب لأنه دخولك علينا مش قادرة أقول لك طاقة قد إيه إيجابية صحيح، وحلوة. انا خفيت. إيه أكيد خالد كان تعبان خف. خالد كان هبطان تعبان جات له والله. طاقة. فالطاقة دي اللي هتخليني أسألك بقى، يعني طبعا وخليني أشرح لزملائي، هي من محافظة جميلة، محافظة الدقهلية والمنصورة، من أجمل المدن اللي موجودة لا عندنا. وأجمل البنات وأجمل طبعا الرجالة، وأجمل خلاص. المدن احنا ما امتى نروح وأجمل المنصورة يا السيدات. شفكي؟ إيه؟ امتى نروح المنصورة؟ لازم نروح المنصورة. شفكي من المنصورة؟ لا أنا مش شرقية، بس المنصورة جميلة وأنا حقيقي. في انتظاركم. طبعا منصورة ومحافظة الدقهلية من المحافظات الجميلة بناسها ولها تفرد وجمال. فأنا هنا عايزة أسألك سؤال كده، قولي لي إيه اللي خلاكي الأول أستاذة أمال تكملي تعليمك؟ يعني أنت قلتي لي أنت بنت عمدة، هل كنت وقفتي عند التعليم بعدين قررتي تكملي تعليمك؟ لا، هو في الأساس أنا كنت بنت عمدة. العمد بيقولهم، معرفش أنتوا عارفين الكلام ده ولا لا، هما بيبقى زي مثلا رئيس مجلس المدينه في اي مدينه، طبعا فهو الكل في الكل، بيجيله بقى ضباط، بيجيبوا دكاتره، لازم هو اللي بيقابلهم عمده القريه اللي هو المسؤول عن القريه. فكان فيه ضابط او مأمور مركز، ضابط يعني جاي بيمر يعني، وانا كنت بقى ايه، شقيه عفريته بقى. انت لسه شقيه؟ لا الشقاوه موجوده اصلا. لا والله شعري كان لون شعرك ده، يا سلام. معلش، وكان طوله، وانا طفله صغيره كان، وبعدين عينيا مش ملونه، عينيا سودة. فكان في تضاد بين الاثنين، شعر اصفر فاتح مع عينين سودة، دي كانت حاجه غريبه يعني. فالظابط زي ما تقول انا لفت نظره، وبعدين بقى بتحرك وبجري وبعمل، فقال له، قال له البنت دي، قال له بنت اسمها امال، كان حتى ما كانش اسم امال الاول، كان ريناتا. اسمك ريناتا الاول؟ لان زي ما تقولي كان في عسكري من ايام الحرب العالميه الثانيه نزل بالباراشوت في غيط من الغيطان، وما هوش عارف المكان، وماشي بلم في الباراشوت، الفلاحين خافوا منه فجابوه لابويا. ابويا بقى العمده، فقال لهم سيبوه، وبعدين مش فاهم طبعا الماني ولا ده عارف عربي، بس في واحد قريبنا بعض كلمه انجليزي كده، فعارف انه الماني جيرمان. فقال له خلاص، وهم بقى انت عارفه كان ايامها بكرهوا قوي الانجليز. طبعا قال له سيبوه، محدش يبلغ عنه يا اولاد، محدش فعلا بلغ عنه. انا في الاثناء دي اتولدت. هو كان سايب صديقته او بنت او حبيبته فاسمها رينات، فقال لهم رينات، خلاص رينات، تعالي يا رينات، روحي يا رينات. فسموكي رينات؟ لا، ما كانش اسمي هو. ما اتكتبش يعني، ما اتكتبش. كان ايام الحرب العالميه الثانيه بقى. ايوه. فخلاص رينات. فالضابط ده جه فبيتكلم، بيقول له، قال له رينات ايه يا حاج؟ فحد يسمي ريناتا؟ سماها امال احسن. قال له كتبتها؟ قال له لا لسه. قال له اكتبها امال لانه اسم جديد وحلو. فسمى امال. قال له وديها المدرسه الفرنساوي في المنصوره، السانت فامي. ايوه، سانت فامي من احسن مدارس مصر. ايوه، ورحت المدرسه. واخر حلاوه وانبسطت بقى، وبعدين كومانتو تابيلي دي بقى، يا سلام، امسكها بقى لاي حد. باليفو فرونسي بقى، كله ان فرونسي. عايز اعلمهم بقى انا عرفت فرنساوي. فالمهم ايه، قال له سيبها بقى، وخد لنا مثلا شقه هو فوق واحنا تحت في نفس البيت، وقعد لغايه ما بقيت سن 12 سنه. سن 12 سنه ده جه بقى ايه، الحبيب بقى، حبيبي اللي هيتجوزني. ايوه. هو كان زي ما تقول بيني وبينه 9 سنين، هو كان مسميه بيني وبينك الرقم المقلوب. هو من مواليد 34 وانا 43، ففي فرق 9 سنين. هو ده الرقم المقلوب بقى، عايز ابن عمده وعايز يتجوز. انت كنت 12 سنه بقى، وهو في العشرين، 21 تقريبا. وتوقفتي هنا عن التعليم؟ هو اللي خرجني من التعليم. رجعتي امتى بقى للتعليم؟ لا، سن 38 سنه. ايه اللي رجعك؟ مفيش حاجه، ما هنا فكرة. يعني ايه اللي خلاكي تاخدي قرار وترجعي؟ غصب عني بقى، لان اصل ده حاجه قاهره. انا قارئه جيده من اول ما بديت افك الخط لغايه النهارده،
برغم ان عينيا ساعات بتزغلل وساعات النت بتعبني، لكني لازم اقرا.